إن البخاري رحمه الله بوب في صحيحه فقال: باب إذا أحرق الكافر المسلم هل يحرق، يعني هل يحرق الكافر؟ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح كأنه أشار البخاري إلى أن هذا الحديث لا يعذب بالنار إلا الله مخصص في القصاص، يعني من أحرق شخصا بالنار فإن العاقبة أن يحرق بالنار نظير ما فعله قصاصا.